حسن؟ والدي فين يا كريمة؟ وانا شرفني حسن. لا تعرف يا كريمة، وعارفة ان سينا قالت لي على كل حاجة. وحد برضو يصدق كلام سينا؟ سينا دي من الخاجر، وانت عارف يا حسن الخاجر بيبيعوا اهلهم ويبيعوا نفسهم ويبيعوا كلام. انت ادرى من الخاجر اكتر مني ولا ايه؟ وقف ساكت ليه؟ لسه مش مصدق؟ لا انا ولادي عندي بالدنيا واللي فيها. ما تبطلي بقى يا مفيدة، خلاص يا اختي حفظنا الشويتين بتوعك دول لسه قايلهم من شوية. لما سينا قالت لكم ان انا اللي خطفت الواد وديتهولهم، جايين عندي هنا ليه؟ هما يعرفوا مكانه، روحوا لهم وهما يقولوا لكم على مكانه فين. روح لهم يا كريمة، بس عارفة لو مفيدة طلع كلامها صح انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل فيا ايه يا ابن عبد الحكيم؟ هتموتني؟ مش هموتك، عشان ساعتها الموت هيبقى ليكي رحمة قدامي. أنا لسه وشرفت. بالسلامة يا مفيدة. نهار أسود يخرب بيتك يا سينا، هتودينا في داهية. أنتوا جابت الواد فين؟ أنا معرفش حاجة. أنت بدل ما أطلع روحك في يدي. أنا معرفش حاجة، هو صوفا اللي يعرف. يعني كلام مفيدة صح، يعني انتوا اللي خدتوا الواد، كريمة اللي جرت لكم تخطفوه. لا لا لا، مش كريمة اللي جرت. امال مين؟ يعني انت ما تعرفيش مفيدة؟ مين انطقي؟ اقول يعني انطقي يا بنت بدل ما طلع روحك. حاضر يا باشا، انا هقول على كل حاجة. هي مفيدة يا باشا، هي اللي جابت ولدها وادته لصوفة وقالت له يطلعوا برات البلد. ايوه يا باشا، وقالت انها مش طايقه العيشه معاك، وانها عارفه ان امك بتكرهها، وانها هترميها برات البيت الكبير، مش هتعرف تاخد منك ولا حق ولا باطل. فجابت ولدها وادته لصوفة وقالت له يودي برات البلد. هو ده اللي حصل. انا يا بت؟ ايوه، وتجوزتي صوفة، واللي عرفته انه كان بياخدك عشان تزوري والدك كل شويه. ايوه يا باشا، بالاماره كانت عايزه تروح تشتغل عند الست ناديه عشان تكون جنب ولادها. كدابه يا حسن، وازاي جللت لها كدابه؟ لا مش كدابه. يا باشا انتوا الواد فين؟ يا باشا والله العظيم بكره الصبح هيكون عندك. بكره ده ايه؟ ساعه يكون قدامي، انت فاهم؟ خلاص يا باشا الواد وصل. قدامي. قدامي يا باشا. الله يلعنك في كل كتاب، بس كل اللي بيحصل ده ولا يهمني. المهم عندي ان عبد الحكيم هيرجع، بس انت مش هسيبك يا سينا. يا وجعتك السودة، يا وجعتك السودة يا سينا، يا وجعتك السودة، يا وجعتك السودة. شفته دلوقتي البيت الكبير، البيت الكبير اللي بناه جدي وتعب فيه. كان عنده استعداد يقطع من لحمه الحي علشان يسيبهن. هي دي التركة اللي كل واحد فينا خدها في الآخر. إيه رماد، هي دي آخرتها. كل واحد كان عاوز هو عمود البيت اللي اتسند عليه الكل. كل واحد كان عاوز يبقى الكبير اللي كلمته نافذه وتمشي على الرجال. كل واحد كان عاوز يبقى هو البيت الكبير. اهو البيت راح.
كل واحد فينا بيجي في جيها. الله يرحمك يا ابوي، الله يرحمك. مروان مروان ارحم ابنتك. أما الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتك قوي يا أمي. أنا كمان. حلو إنك جيت عشان تشيل معايا شوي. مال حسن فين؟ حسن راح مصر. حسن راح مصر أخوي. أصل إحنا عرفنا مكان عبد الحكيم. الصبح حسن حيجيبه ويجي. تعال أنت بس تعال. شكلك تعبان قوي، انت لازم تتسبح وتاكل لقمه وتنام. زينب عامله ايه؟ الحمد لله. شكلك زعلان. انا تعبان، تعبان قوي يا عمتي، نفسي ارتاح. مروان مروان اخوي مروان شمس. وحشتني قوي قوي يا اخوي. مروان وانت كمان عامله ايه؟ انا حلوه وقوي وزين. تعال 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 يا مروان اقعد، عندي ليك خبر حلو قوي. يا ريت يا شمس قولي. اختك حبله. صحيح اللي بتقولي؟ اي والله. ده احلى خبر انا سمعته في حياتي. حبيبي تعرف انا مبسوطه قوي، ما شفتش الفرحة في عيون دي حتى غيرك. ايه الأفكار العفشة دي اللي تجيب الهم؟ هتحبه يا مروان؟ لا أحبه، أنا أحبه وأحطه جوه عيني من جوه. دي أنت حتة مني، وهشيله كمان وهلف بيه البلد وهغني له وهقول له حلقاتك برجلاتك إن شاء الله تعيش إن شاء الله تعيش. مالك يا مروان؟ صعبان علي اللي احنا فيها بنت ابوي. شكل البيت هو محروق، الحيطان السواد من الطخات، وجع قلبي. هو ده البيت الكبير اللي البلد كلها كانت بتحكي وتضحك عنه. هو ده تاريخ عيلة عبد الجواد. تاكلوا النار كده؟ طب ليه؟ وعلشان ايه؟ خسارة خسارة يا شمس.